الايرور التاني اللي معانا او الخطأ التاني اللي هنتكلم عنه هو متعلق بلي كونسون انفر دومو او الحروف الساكنه في اخر الكلمات. القاعده العامه بتقول في اللغه الفرنسيه لو جه حرف ساكن في اخر الكلمه في الغالب مش بيتنطق. اكزامبل تو تو، مش بقول تات، بقول فوا فوا، مش بقول فواس، بقول ني ني، مش بقول نيس. القاعدة دي ممكن نستثنى منها أربع حروف، يعني لو جم آخر الكلمة في الغالب بيتنطقوا، في الغالب يعني في برضه حالات شاذة ممكن ما نطقهمش فيها، بس ممكن نعتبرها قاعدة لو استخدمناها في معظم الحالات هنقدر ننطق صح. إكزامبل هو حرف، أول إكزامبل معانا هو حرف الإن، فبقول بال بال، مش بقول بو. الحرف الثاني السي اللي أحيانا بيتنطق سي أو أحيانا بيتنطق ك، زي كلمة avec avec، مش بقول avec. الحرف الثالث حرف الاف، إكزامبل صف صف، مش بقول سو. والحرف الرابع هو حرف الار أو الار في اللغة الفرنسية، إكزامبل بيرد فينيغ فينيغ،